المهمة العامة بدأ بقى يروح للي حصل في المباراة، وتوقف عند بعض المحطات وما ذكرها بتجاوزات مرفوضة حدثت من لاعبي المنافس اللي هو بيراميدز. تعالوا نشوف ماذا جاء في بيان الأهلي بهذا الشأن. الأهلي نشر عبر موقعه الرسمي الرسالة اللي قال فيها إنه تقدم النادي بمذكرة عاجلة ظهر اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة واللجان المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص التجاوزات غير الأخلاقية التي صدرت عن بعض لاعبي الفريق المنافس عقب مباراة الأمس في بطولة الدوري بحق جماهير النادي الأهلي. طلب النادي في مذكرته من رابطة الأندية المحترفة واللجان المختصة بالاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات للحفاظ على الحقوق الأدبية لجماهيره التي يرفض المساس بها. طيب، ده بيان الأهلي طلعه النهاردة بيعلن فيه أنه تقدم بمذكرة سواء للرابطة أو للجان المختصة في الاتحاد. إيه اللجان المختصة في الاتحاد؟ لجنة الانضباط. لجنة الانضباط دي إلى جانب طبعا إدارة المسابقات، لأنه في عقوبات هتبقى بشكل طبيعي جدا بتنفذ فيها لائحة المسابقات بشكل طبيعي، سواء بطاقات صفراء أو بطاقات حمراء أو عدم تنفيذ بعض الأمور أو امتثال لقرارات، وفي حاجات تانية بفيديوهات بقى المصورة. وانت عارف عزيزي المشاهد، حتى لو انت مش مشهور قوي أو مش شخصية عامة، يعني انك في أي مكان في الدنيا ممكن تلاقي واحد واقف لك على جنب بيصورك فيديو للأسف، وبالتالي أي حاجة بتعملها في حياتك دلوقتي ممكن تبقى متشافة ما بين وقت والتاني. ففي فيديوهات طبقا للجنة الانضباط مش بس البث التلفزيوني هو اللي بيعتمد عليها، واحنا امبارح شفنا فيديوهات كتيرة مش من خلال البث التلفزيوني، ما بين امبارح للنهارده عشرات الفيديوهات عن الأحداث، لقطة الشيبي، مروان حمدي، دونجا، كريم حافظ، جمهور الأهلي، مشجعي بيراميدز، كل ده كان مش باين في التلفزيون، لكنها فيديوهات بتتاخد يتحقق فيها تصدر بشأنها قرارات، فالأهلي رايح كمان للجنة الانضباط. طيب ايه بقى تفاصيل الشكوى؟ يعني ايه الحالات اللي الاهلي وهو بيبعت الخطاب ده قاصد يتكلم عنها بالتفصيل؟ تعالوا مع بعض نستعرضها واحده واحده، والبدايه كالتالي. بدا الاهلي بعده مشاهد. المشهد الاول وهو بيتكلم عن الشكوى اللي فيها عدد من الاسماء التابعه لنادي بيراميدز وفقا لاحداث تم تصويرها من جانب المركز الاعلامي للنادي المتواجد داخل استاد الدفاع الجوي، سواء في أرض الملعب أو الممرات المؤدية لغرف خلع الملابس. وهنقف كمان شوية عند فكرة التصوير من جانب المركز الإعلامي دي، لأن دي نقطة مهمة جدا في اللي جاي. أولا، شكوى الأهلي تضمنت عددا من المشاهد والأشخاص. المشهد الأول كان اعتداء عدد من لاعبي بيراميدز على حسين الشحات وهو ملقى على أرض الملعب بعد تدخل الشيبي اللي هو طرد على إثره. في المشهد ده تقدم الأهلي بشكوى ضد كل من محمد الشيبي، أحمد الشناوي، محمود زلاكة، بعد وده كله مكتوب في شكوى الأهلي، بعد ظهورهم متعمدين توجيه ضربات بالقدم تجاه حسين الشحات وهو ما تم توثيقه بالصوت والصورة. المشهد الثاني هو ما ظهر فيه محمد الشيبي موجها إشارات لجماهير الأهلي بحسب ما بيقول الأهلي، بجانب رفضه الخروج من أرض الملعب والامتثال السريع لقرار الحكم. والحقيقة بس هقف عند النقطة دي، أنا ما شفتش إشارات خارجة من الشيبي في الفيديوهات، لأن في ناس اللقطة اللي شفناها للشيبي باينة هي اللقطة اللي كان بيشاور فيها على الحلق، ودي كتبها في رسالته اللي هي لقطة الحلق دي اللي هي أنا واقف يعني شوكة في حلق اللي بيشتموني، دي كانت رسالته. لكن الإشارة اللي الناس بتتكلم عليها شفتها منتشرة كتير جدا، لو بصيت على الفيديو هي إشارة بيوقف بيها الحيطة بصوابعه للشناوي، واحد ولا اتنين بس لما بتوقف الصورة يعني أنت ممكن تطلع من حاجة عادية جدا حاجة صعبة جدا. فهل الأهلي بيقصد على دي ولا يقصد حاجات تانية؟ الله أعلم، لكن أنا بقول لكم اللي الأهلي اشتكى فيه. المشهد التالي اللي الأهلي اشتكى فيه إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة كان كالتالي، بيقول ما التقطته الكاميرات من تجاوز ثنائي بيراميدز محمود عبد العاطي دونجا وكريم حافظ بتوجيه إشارات للجماهير وإلقاء زجاجات من أرض الملعب عليهم بجانب الإشارة بعلامة الرشوة. دونجا كان كتب كمان على صفحته على انستجرام عدة رسائل تخص الحكم المتهم سابقا زمان برشوة.
وده بقى من ضمن المشهد الخامس اللي هنروح لتفاصيله. المشهد الرابع يخص مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز الذي ظهر بالصوت والصورة يوجه إساءة لجماهير الأهلي في الممرات أمام أعين كل من ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي وهاني سعيد المدير الرياضي للفريق. كاميرات المركز الإعلامي بالأهلي أظهرت تجاوزات من أحد إداريي نادي بيراميدز ليكون خامس المشاهد التي يقدمها النادي في شكواه. مسؤولو الأهلي أرفقوا خلال الشكوى كل ما نشر من جانب اللاعب محمود دونجا لاعب بيراميدز عبر حسابه على موقع انستغرام تجاه حكم المباراة واتهامه بالرشوة، بجانب ما كتبه أحمد زاهر إداري الفريق عبر صفحته. أحمد زاهر كان كتب إيه؟ كان كتب إنه إحنا تعرضنا لظلم ومجرد منافسة الأهلي هذا الموسم هي إنجاز في حد ذاته، فأنت بطل لأن أنت توقف لك رمضان صبحي بدون وجه حق واتخد منك إبراهيم عادل وراح لعب بعدها بيومين بعد ما قالولنا مصاب مباراة مع المنتخب الأولمبي، وحكى عدة نقاط يرى فيها بيراميدز أنه تعرض خلال الموسم للقطات ظلم كثيرة، منها برضو لما قال مباراة سموحة اللي تعادت رغم من أحقيتنا بحسبه في لعب أو في اعتبارنا كسبانين. دي كانت شكوى الأهلي، ده بوست أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، وقال أنه أكتر حاجة مضحكاني شرح بقى كام نقطة كده، ده جزء من البوست، مش البوست كامل لكنه كمل فيها بعض النقاط. ده بقيته ظلم من الحكام، وبيقولوا في الآخر الدوري ذهب لمن يستحق، والرابطة واتحاد الكرة طلعوا يهاجموا النادي لمجرد أنه بيدور على حقوقه، وتقول لي منافسة إحنا أبطال والله. طيب